بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى هو المحافظة على البيئة في الإسلام. اعتنى الإسلام بالبيئة عناية كبيرة، وحتى على الاهتمام بها والمحافظة عليها، وشرع لتحقيق ذلك كما كثيرا من التشريعات التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي والاستقرار في هذا الكون الفسيح. وقد اعتبر الإسلام حماية البيئة ورعايتها مسؤولية الجميع، وهي أمانة في أعناق الأمة تتحمل وزر التقصير في أدائها أمام الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فاستشعار عظم هذه الأمانة من طرف الكبار أولا يعطيهم الدافع الكبير للاهتمام باكتساب الوعي البيئي وتطبيقه عمليا في سلوكاتهم اليومية، ثم العمل على بثه وغرسه في أطفالهم. فما هي البيئة؟ وكيف اعتنى الإسلام بالبيئة ودعا إلى المحافظة عليها؟ البيئة لغة هي الحال والمنزل، واصطلاحا هي الموارد الطبيعية بما فيها من الأرض والهواء والحيوان والنبات. وعرفت في الاصطلاح العلمي المعاصر بأنها كل شيء يحيط بالإنسان ويؤثر على الصحة، فيشمل بذلك المدينة بكاملها، شوارعها، أنهارها، مساكنها، شواطئها وآبارها. والإسلام وضع منهجا متكاملا للحفاظ على البيئة أرضا وهواء وماء ونباتا وغذاء وأحياء وجمادا، حتى تظل مصدر خير وفير واستقرار وسعادة لهذا الإنسان في كل زمان ومكان. فالإسلام دعا إلى المحافظة على الأرض وما فيها من مخلوقات حية وجامدة، ونهى عن الإفساد فيها وتخريبها. يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كذلك أمر الإسلام بالنظافة ورغب فيها، لأن فيها سلامة الإنسان من الأمراض الضارة وعدمها. كذلك شرع الوضوء والغسل للصلاة والاغتسال من الجنابة وبعد قضاء الحاجة، وإيجاب الطهارة، طهارة المكان والثياب، واتقاء النجاسات لأداء الصلاة. كذلك حث الإسلام على التعود على غسل اليدين قبل الأكل وبعدها. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، أي نظافة اليدين. كما أمر بنظافة الثياب، فقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وحث الإسلام على نظافة الشعر وإكرامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. كما دعا الإسلام إلى تنظيف الأواني وتغطيتها اتقاء للأمراض والجراثيم المسببة لها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فاغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. كما حث الإسلام على نظافة الأماكن العامة، وجعل إزالة ما يؤذي المسلمين من نفايات وقاذورات وغيرها صدقة يؤجر المسلم على فعلها الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أمر بنظافة الجسد، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وكما دعانا الإسلام وأمرنا بالمحافظة على البيئة، حذرنا من تلويثها والإضرار بها، خاصة الإضرار بعناصرها الأساسية التي لا غنى للإنسان عنها،
لأن من شأن ذلك أن يعطل الحياة على الأرض برمتها. قال سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا شك أن إتلاف مكونات البيئة وقتل الحيوانات البرية والبحرية وتلويث المياه والهواء والغذاء وقطع الأشجار وإتلاف النباتات في غير مصلحة عامة، وكل ما يؤدي إلى تدمير الحياة وتلويثها، هو إفساد نهانا الله تعالى عنه وحذرنا من عواقبه وآثاره. ومن مكونات البيئة الهامة هي الماء الذي به حياة جميع المخلوقات. فالماء حياة الإنسان واستقراره وحياة جميع المخلوقات. دعا الإسلام إلى المحافظة عليه بجميع أنواعه وفي أماكن وجوده، في البحار والمحيطات والأنهار والعيون والبرك والأنهار. فنهى الشارع الحكيم عن الإسراف في استعماله خوفا من هدره واستنزافه في غير مصلحة. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الإسراف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. كذلك تلويث الهواء فيه أضرار كثيرة، فكان ذلك حراما ومنكرا يجب تغييره. وللحد من تلويث الهواء دعا الإسلام إلى تشجير الأرض وزراعتها، لأن الأشجار تلعب دورا مهما في توازن غازات الجو، فهي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتطرح الأكسجين. قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. واهتم الإسلام كذلك بالحيوانات وأمر بالرفق بها وعدم إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي يوجب عقاب الله تعالى، كحرقها والتمثيل بها أو اتخاذها وسيلة للتدريب بها كرميها وهي حية وحبسها وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. إذن الإنسان مكلف بالعناية ببيئته وما فيها من حيوان وأشجار ونباتات ومياه وأغذية وغير ذلك. وقد نهى الإسلام عن التخريب والفساد في بيئته المحيطة به لما في ذلك من تهديد لاستمراره وديمومته. أقول قولي هذا وأستغفر الله.